أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السميعة. والنهاردة هنتكلم عن قطب من الأقطاب في دولة التلاوة. هنتكلم عن صوت عظيم مليان بالشجن والأداء الراقي والهدوء والأصالة، صوت يجمع بين القديم والحديث. معانا شيخ أنا بعتبره بالنسبة لي فنان، فنان في دولة التلاوة، سواء في التجويد أو في الترتيل. وأنا ما قلتلكوش لحد دلوقتي اسمه، لكن أنا هحاول أقلد صوته عشان تعرفه هو ولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. صدق الله العظيم. أكيد عرفتوه، إنه العلم الأستاذ الشيخ الكبير فضيلة الشيخ محمود علي البنا. هنستمع دلوقتي إلى مقطع مجود من فضيلة الشيخ محمود علي البنا، وبعد كده نحكي لكم بإيجاز شديد عن قصة حياة فضيلة الشيخ محمود علي البنا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. الله 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 الله. الشيخ محمود علي البنا. الشيخ محمود علي البنا من محافظة المنوفية، بالتحديد في قرية اسمها شبرا باص. والقرية ديت
سعدت بمولد رجل من أعلام القراء ومن عباقرة القراء، قراء القرآن الكريم، الشيخ محمود علي البنا، الذي ولد عام 1936. الشيخ محمود علي البنا والده وداه معهد المنشاوي في طنطا، يعني هو من المنوفية، بس والده ألحقه بعد ما حفظ القرآن ألحقه بمعهد المنشاوي بطنطا عشان يزداد في حفظ القرآن الكريم وعلم القراءات. فتقريبا كان عايزه يبقى شيخ أو حاجة زي كده يعني. فالشيخ محمود علي البنا خرج من المنوفية راح لطنطا، وهناك في المسجد الأحمدي بطنطا استمع لكبار القراء. كان ساعتها الشيخ محمد رفعت، الشيخ الشعشاعي، وشيخ تاني اسمه الشيخ محمد السعودي، وكان الشيخ محمود علي البنا بيسمعهم ويرجع البيت في طنطا برضو، المكان اللي هو ساكن فيه في طنطا، وكان يقعد بقى مع نفسه كده ويقعد ايه يقلد الشيخ الشعشاعي ويقلد الشيخ محمد رفعت، ويحاول يجيب الشيخ محمد السعودي ويحاول ايه يقلدهم. فالشيخ محمود علي البنا فضل يعتبر يعني زي تدريب بالظبط، فيتدرب على التلاوة ويقلد المشايخ الكبار دول ويستمع إليهم، وفعلا بدأ يظهر عليه علامات النبوغ في التلاوة. لما حب القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قربه من القرآن وحافظ القرآن وتعلم القراءات، وأصبح عالما وأحد عباقرة التلاوة في جمهورية مصر العربية. هنستمع دلوقتي إلى فيديو نادر للشيخ محمود علي البنا، والفيديو ده مش مجود، هو ترتيل. أنا بحب جدا 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 ترتيل الشيخ محمود علي البنا، لأنه فيه سلاسة كده وسهولة، وفي نفس الوقت جمال، وبحس كده براحة جميلة جدا. فأنا عثرت على هذا الفيديو وما صدقت لقيته بصراحة، قلت بقى مش أحرم حضراتكم منه. تعالوا نشاهد مع بعض بالصوت والصورة فضيلة الشيخ محمود علي البنا وهو يرتل من آيات الله البينات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله الله الله. الشيخ محمود علي البنا لما كان في طنطا بدأ ينتقل من طنطا إلى القاهرة، وهناك بقى اتعرف على مشايخ كبار من مشايخنا المعروفين زي الشيخ محمد سلامة، الشيخ طه الفاشني، الشيخ علي محمود، وخد منهم لأنهم كانوا مقريين كبار طبعا، وكان هو لسه في بداية حياته، ودرس في القاهرة على إيد الشيخ درويش الحريري، وهو كان راجل له في علم المقامات والحاجات دي والأداء إزاي يأدي وإزاي يبدأ التلاوة والكلام ده كله، بدأ يتعلم معاه لحد ما نبغ في التلاوة، ولقى إن الشيخ محمود علي البنا ده هيبقى مقرئ كويس جدا 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 والناس هتستمتع بصوته. المهم الشيخ محمود علي البنا في دعته جمعية الشبان المسلمين إن هو يجي يتلو القرآن، أعجبه بصوته بقى على طول بقى يروح في الحفلات والندوات ويسمعوا الحفلات صوت الشيخ محمود علي البنا، وكان جمعية الشبان المسلمين بتدعو بقى رجال الدولة والعلماء. فالشيخ محمود علي البنا وهو بيقرأ استمع عليه الناس العلماء دول ونصحوه إن هم يقدم في الإذاعة، وفعلا قدم في الإذاعة، وكان عمره ساعتها 22 سنة، ويعتبر ده كان أصغر قارئ في الإذاعة، أصغر قارئ في الإذاعة عنده 22 سنة. وظل الشيخ محمود علي البنا 40 سنة يتلو ويرتل القرآن، وله تسجيلات كثيرة كثيرة جدا هنسمع دلوقتي منها مقطع ونقول لكم بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعيش مع فضيلة الشيخ محمود علي البنا. وكذلك أنزلنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ولا تعجل بالقرآن ولا نادت بك وصل الكرام الكرام.